المكرون الفرنسي مكونات كتير بسيطة، ولكن هي أكثر وصفة في العالم حساسة، يجب اتباع كل تفصيل فيها رغم أنه مكوناتها بسيطة لكن هي كتير حساسة، وأنا هشرح كل شيء في هذا الفيديو بالتفصيل. عندنا بياض البيض، أنا فصلته قبل بيوم، وتاني يوم عندما استخدمته وزنته 77 جرام وزنه. عندنا سكر عادي، نفس السكر اللي احنا بنستخدمه للشاي. عندنا سكر بودرة جاهز، عندنا دقيق اللوز 100 جرام سكر بودرة و100 جرام دقيق اللوز، صبغة بودرة أي لون أنتوا تحبوا. هان بياض البيض طبعا بحرارة الغرفة قبل بيوم بايت برا، نخفق، نوضع 100 جرام سكر بالتدريج، نفس السكر اللي احنا بنستخدمه للشاي. هذه الوصفة كتير هي بسيطة ولكن كتير حساسة، اي شيء ممكن يخرب الوصفة هذه. وهذه الطريقة الفرنسية، وفي الطريقة الايطالية، وفي السويسرية، يختلفوا عن بعض تماما. احنا بنعمل الطريقة الفرنسية. ممنوع استخدام الصبغة السائلة. نقلب الوعاء مثل ما انتم شايفين، ما بتحرك ولا شيء من الوعاء، هيك جاهز واصبح ناجح. نوضع دقيق اللوز 100 جرام سكر بودرة 100 جرام، بنخلطهم مع بعض وبنضعهم في الماكينة، وما بنشغل الماكينة مرة واحدة، بنشغل عدة ثواني ونوقف، عدة ثواني وبنوقف، منشان ما يطلع الزيت اللي في قلب اللوز تخرب الوصفة كلها. كتر الطحن باستمرار بحمى وبطلع الزيت من اللوز مثل ما انتم شايفين. بنكرر العملية هذه حوالي 5 مرات. بننخل، طبعا المنخل بكون واسع شوية، المنخل بننخل هيك جاهز، نخلنا تحت لفوق تحت لفوق، وباخذ بسحب من النص هيك، غير جاهزة لسه، لازم تكون خط متواصل، ينزل الخط ما يختفي بسرعة الخط، يعني ياخذ وقت لما يختفي الخط. قد ما افرجيكم كيف، شوفوا كيف هيك اصبح جاهز. لازم الخط ما يقطع الخط بسرعة، لو قطع مش مشكلة بس ما يقطع بسرعة الخط. هيك نصبهم حجم الحبة، انتم بتختاروا حجم الحبة المناسب لكم. طبعا احنا دقينا على الصينية، بندق على الصينية احنا 5 ضربات مضروبه، خليه ايش يطلع الهواء اللي فيها، وبعد ساعة مثل ما انتم شفتوا لازم تكون ناشفة، الوجه ناشف من فوق. انا استخدمت الفرن 150 درجة مئوية من فوق ومن تحت وبدون مروحة، وهذا الرف اللي انا استخدمته تحت خالص، لا الرف اللي فوق منه، وهي تقريبا تاخذ من 14 ل 17 دقيقة ولكن حسب نوع الفرن. هيك بعد 16 دقيقة اصبحت جاهزة، نتركها حتى تبرد. الملمس من فوق كيف بلمع، من تحت بتكون هشة، ومن فوق في لها قشرة، ومن جوا بتكون مثل تمر، من جوا تعلي او فيها مضغة. اذا انتم اتبعتوا التعليمات كلها والمعلومات كلها، ما فوتوش ولا شيء من الفيديو، انا بضمنكم انه تنجح معكم. الحشوة زبدة 100 جرام، سكر بودرة 170 جرام، ومعلقة فانيلا، هذا للحشوة، وبنضربهم مع بعض. أولها بكونوا ناشفين، ولكن مع الخفق بصيروا فيهم ليونة مثل الكريمة بصيروا. نحشيها، ممكن نزينها للأطفال إذا أنتم حابين، في له مثل إطار أو تاج تحت القشرة الناشفة من فوق، ما تنكسر من فوق، بعكس القشرة من تحت، من الداخل تمدغ هيك مثل طمر تلقوها من الداخل، القشرة اللي فوق تكون ماسكة شوية تكون هشة. هذا هو المكرون الناجح، يعني من 2 لـ3 شهور في الفريز، من الثلاجة من 2 لـ3 أيام في الثلاجة. إذا عجبكم الفيديو استعملوا لايك. مع السلامة.